أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن برنامج شيخ زايد للإسكان من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2,300,000,000 درهم، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى جودة حياتهم وتحقيق سعادتهم.